سلام، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. جيت نصيب واحد الفريش للبيبي وقلت نشارك معكم كيفاش غادي نصايب هذا الفريش. هذا هو ديجا راني مصايب معكم بزاف ديال الفريشات، كاين هذا الفريش هذا غنديرو صغيور هانتوما كما كتشوفوا. كما كتلاحظوا هو صغير، فريش صغيور. انا درت اللواط ها هو لتحت ودرت عليه توب، ها هو درت الوجه على الوجه وحطيت اللواط لتحت باش هكا من غادي نخيط هاد الفريش ديالي غنخلي واحد البلايصه هنايا محلوله وغندور الخياطه كامله، ومن بعد غادي نقلبو من هنايا من هاد البلاصه اللي غنخليو محلوله غادي نقلبوها. من بعد عاد غادي نديرو ليها هذيك الخياطه اللي كتجي من الفوق. المهم انايا بغيت غير نشارك معكم كيفاش غندير هاد الفريش الصغيور. غيجي على قد سميتو، فيه 75 على 55 سنتيم. وعندي واحد الفريش ديال البلاستيك اللي غيجي من الفوق ديالو، ممكن نحيدوه ممكن نرجعوه. هذا ديال البلاستيك فيما بغيتي تبدلي البيبي كتحطي هاد الفريش ديالك، تحطي فوقو هاد البلاستيك ديالك بحال هكا. انا دايره لي الدوبلور هنا في الابيض وها هو البلاستيك ديالنا من تحت. من هنا بالنسبه لهاد الدوبلور ممكن ديرو واحد الفويطه، الفويطه كتجي احسن من الدوبلور يكون هكا في البيض. الا كانت الفويطه ممكن تلصقوها فوق هاد الدوبلور، يعني ديروا الدوبلور وديروا هذيك الفويطه كتجي انيقه وزوينه بحال هكا. غادي ندير لها واحد البيكرون هنايا وغندير واحد البيكرون فهاد الجهه هذه، ونديروا كذلك هنا في هاد الفريشه وباش نبقاو نلصقوا بحال هكا. بغيتو تخليوه غير هكاك بلا ما ديروا ليه البيكرون، راه ممكن باش تهزوها كما بغيتو تحطوها كما بغيتو. وهاد الفريش تستغلوه لاي حاجه اخرى، كيكونوا فيه جوج ديال لي فاس، الفاس اللي غتلصقوا فيه هاد البلاستيك راه كيكون لتحت، والفاس اللي تجلسوا فيه البيبي اولا تنعسوا فيه البيبي راه كيكون من الجهه الفوقانيه، يعني ما كيبانش هذاك البيكرون. هذه هي الفكره، وان شاء الله غادي نخيطها ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديال هاد الفريش ديالنا. قبل ما نمشي نخيطهم نقول لكم العبار ديال هاد الفريشه ديال البلاستيك. بالنسبه لهاد الفريشه هادي دايره فيها 55 سنتيم على 40 سنتيم اولا 36 سنتيم، المهم نتوما وعلى حسب اللي بغيتو. انا دايره في هادي 36 سنتيم، يعني هنا 55 في الطول و 36 في العرض. ودرت ليها كما كتشوفوا قوستها من هنايا ومن هنا، قورتهم من الجوانب كاملين بربعه باش تجينا من هنا غادي نخيطوها. نخيطوها حتى هي غادي نخليو لها واحد الفتيحه من هاد البلاصه هادي، نخليو لها واحد البلاصه محلوله اللي نقدروا نقلبوا بها ونعاودوا عاوتاني نثبتوها بالخياطه من الفوق. المهم هاد المراحل هادو راني ديجا دايراهم معاكم، رجعوا غير الفيديوهات اللي قبل. هاد الفريش راه هو درتو معاكم، وهاد البلاستيك درتها لكم بواحد الطريقه اخرى. هادي راه دايره غير بلاستيك سامبل، ما فيهاش هادوك الجويبات من هنا ومن هنا، خليتها سامبل باش هكا تقدروا تقدر مولاتها ديها معاها فيما بغات لعند الناس وتفرشها للبيبي ديالها وقت ما بغات. مهم تنعسو فشي بلاصه او لا بغات تفرش تبدل ليه ولا شي حاجه، راه كتفرش هاد البلاستيك هادي كتبقى عمليه. هادي فكره اخرى، لان درت معكم فكره اخرى اللي درتها لكم في الفيديو اللي فات، ودابا درت معكم هاد الفكره هادي مازال ما نخيطها، نرجع نوريكم شنو غنديروا لها من بعد. انتوما كما كتلاحظوا هذا هو الفريش ديالنا، كيجي على هاد الشكل من هنايا، كيجي على هاد الشكل هذا سامبل. وراني ديجا مصايبه معكم شحال من مره، يعني ما بغيتش ندير معكم مراحل ديال الخياطه ديالو باش ما نطولش عليكم الفيديو، يعني ترجعوا للفيديوهات اللي سابقين وغتعرفوا المرحله ديال كيفاش تنصايبوا هاد الفريش. هاد الفريش راه درناه صغيور كما قلت لكم العبار ديالو في الاول ديال الفيديو. ومن هنا راني درت هاد البلاستيكه هادي كما كتلاحظوا، درتها كتحيد وكترجع، تقدروا تصبنوها وتعاودوها وترجعوها. هنا عندي البلاستيك ومن هنايا عندي التوب، ودرت لي هاد البيكرون باش تشد ليا مع هاد الفريش ديالي.
كما قلت لكم الا بغيت نبدل البيبي راه كنحط على هذا الشيء هذه اللي فيها البلاستيك، ولا بغيت نعس البيبي ديالي على هذا الفريش نعسو على هذا الشيء هذه، وكتبقى البلاستيكه من التحت ما كيخرج لينا حتى شي حاجه عند الناس ولا في شي بليصه يعني متعدده الاستعمالات كما كنقولوا. نتمنى انها تنال اعجابكم، وخصوصا السيده اللي صيدتها ليها نتمنى انها تعجبها وبصحتها وراحتها والله يفكها على خير ان شاء الله. وانا غادي نشارك راني شاركت معكم هذا السويك هذا ووريتكم كيفاش تصايبوه، حتى هذاك داك هاد السترة هذه اللي كنا درنا على هذا الشكل هذا حتى هي راني شاركتها معكم. وبالنسبه لهذا الكتيب هذا اولا هذا الغلاف هذا ديال الكتاب هذا درناه لذاك الكتيب ديال الفاكسان ديال البيبي كما كتلاحظوا. انا ديجا دايره معكم هذا الموديل هذا ديال الكتاب درناه على القران، ودابا درتو لهذا الكتيب هذا ديال الفاكسان ديال البيبي. كتشريو الكتيب ديالكم تغلفوه بهذا الغلاف هذا كيبقى تبقاو محافظين عليه وتيدي لكم مده طويله ما كيخسر حتى شي حاجه. نتمنى هاد لي موديل هادو اللي درت معكم ولا شاركت معكم انهم ينالوا اعجابكم، وهاد لي موديل هادو مازال غادي نديرهم معكم بزاف ديال المرات وندير معكم موديلات اخرى ان شاء الله. ما تنساوش انكم تدعموني وتشجعوني وديروا لي لايك وتبارطاجيو هاد القناه الى عجبتكم مع الناس القرابين ليكم ومع حبايبكم صحابكم ولي جيم البنات ما تنساوش لي جيم. وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، نتمنى نلقاكم ان شاء الله في الحصه الجايه بخير وعلى خير وبدرس جديد ان شاء الله وبحويجه جديده ان شاء الله. نخليكم مع الصور ديال التوب.